أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما نصيحتكم لنا في فعله حول الذين سبوا النبي صلى الله عليه وسلم وسخروا واستهزأوا منه، وماذا يجب علينا فعله؟ الجواب عن هذا السؤال تكرر، وهو أن الذين سبوا الرسول صلى الله عليه وسلم وتنقصوه ليس هذا جديد من فعله، من وقت الرسول صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا يقول: وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. فهم يستهزئون بالرسول ويسخرون من الرسول منذ بعث الله رسولا، بل لم يقتصر أمرهم على محمد صلى الله عليه وسلم بل على جميع الأنبياء، تنقصوهم وسخروا منهم وقتلوا من قتلوا منهم. أليس هذا بغريب؟ ما نستغرب أن هذا يحصل منهم، هذا سلسلة متواصلة من فعل الكفار. لكن الحمد لله لن يضر الله شيئا، ولن يضر الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا، ولن يوهن من عزم المسلمين، بل إن ما ظهر من الإنكار دليل على أن المسلمين ولله الحمد بخير. وهذا ربما يكون هذا فيه مصلحة، والحمد لله، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. المسلمون الآن التفوا حول الرسول صلى الله عليه وسلم ودافعوا عنه، وسيكون هذا إن شاء الله سبب للتمسك بسنته وترك البدع والمحدثات. هذا سبيل خير الحمد لله، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. أما هم فلن يضروا الرسول صلى الله عليه وسلم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. إذن الضرر عليهم، الضرر عليهم، والحمد لله.